تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في الوادي القريب من مكان حادثة مروحية الرئيس الإيرانية. وقال الهلال الأحمر الإيراني إن عمليات البحث عن طائرة الرئيس رئيسي بطيئة بسبب صعوبة الظروف المناخية وانخفاض مدى الرؤية في المنطقة. وأشار الهلال الأحمر الإيراني إن جميع الفرق تبحث بكل قوتها وتبحث في الجزء السفلي من جرف الجبل، مؤكدا أن المنطقة جبلية وصعبة.